السلام عليكم البنات، السلام عليكم يا احلى متتبعات. نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. عطلة سعيدة للجميع. هنايا في عطلة وجيت نتقاسم معكم بعض اللحظات اللي كندوزها من العطلة ديالي. هنايا كما كتشوفوا في الطريق، حيت حنا دابا في عطلة، مشينا انا والعائلة، العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة ديالي، سافرنا مجموعين. اول مرة نسافر مجموعين، وصراحة السفر كيدوز ممتع ممتع للغاية. فهادي لوستي هي اللي شادة الفولون، حيت راجلي كان عيا وكملت الطريق. وكذلك بغيت نوريكم كيفاش كنلاهي وليداتي في السفر هكا، بحيث بنتي كنعطيها اشياء هكا كتلون عليهم. دايوغ غادي نحط لكم الرابط باش تشوفوا هادو لي طابليت ديال الفواياج اللي كيلونوا عليهم الدراري الصغار او كيلعبوا عليهم. وانا كنت في الوسط، ووالدي تا هو كنت كنقرا ليه واحد القصه وكنهضر معاه، باش هكا كنلهيو شويه الوقت وكيدوز السفر ممتع. ونخليكم مع بقيه الفيديو اللي هو دويره في الموبيلوم، وكذلك واحد الخريجه اللي درناها. فقبل البنات ما ندير لكم جوله في الموبيلوم، بغيت نوريكم المدخل ديال الكومبينك اللي هو كومبينك لا ساردان، وجاي في واحد المدينه سياحيه في جنوب فرنسا سميتها ارجوليس سور مير. هو كومبينغ 4 ايطوال، صراحه نقي نقي بزاف وزوين، عجبنا بزاف. اول ما كتدخلي كتلقاي لا ريسبسيون، كتلقاي لي بيسري، فيه دي ريستوران، فيه دي كافي، فيه واحد لي سباس دو بيانيتر يعني اللي فيه الرياضه، وفيه سال دو ميسكولاسيون. كاين واحد الكلوب للدراري الصغار اللي بغى مثلا يخلي الدراري الصغار ديالو، ولكن صراحه انا كنفضل الاطفال انهم يخرجوا مع الاباء ديالهم. فيه واحد لير دو جو هكا، الاطفال الا خرجتو مثلا الا ما كنتوش خارجين يعني يقدروا يلعبوا فيه. فيه بلاصه اللي تقدروا تغسلوا فيها الحوايج ديالكم، فيه لابيسين مغطاه وشوفي، فيه لابيسين في الهواء الطلق، فيه تيران ديال بيتونك، فيه يعني باركينغ دو نوي. اي حاجه بغيتوها تقدروا تاخذوا موبيلوم، وتقدروا كذلك اللي بغى غير اون بلاسمون لا كارافان ديالو. هنايا البنات كنت اون فيلو مع كنت في الخرقاع انا وعكوزي، بقينا الاخرين باش نصور لكم الدخله. ودابا البنات غادي نخليكم مع الدويره في الموبيلوم باش تشوفوا كيف كيجي بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش، ومنها تاخذوا كذلك افكار فكره مسبقه. وهنا البنات جيت بغيت ندير لكم روم تور في الموبيلوم اللي حنايا خديناه. فهو هكا من الدخله، يعني عندك هنايا شي دريجات صغار كطلعي ديريكتومون لا تيراس اللي فيها هنايا واحد الطبله، يعني تقدر انك يعني تفطري عليها في الصباح وتغدي فيها الا كان الجو زوين. وفي الدخله مباشره كتلقاو ابتي سالون، يعني كنهضر لكم على هذا الموبيلوم ديال شخصين الى اربعه اشخاص. هنا كاين واحد الابتي سالون هكا ومعاه دو شيز. صراحه حنايا ما كناكلوش هنايا، كنمشيو عند عكوزتي كناكلو عندها، حيت اتفقنا من النهار الاول اننا ناكلو في بلاصه وحده، بما انه هما عندهم اتساع اكثر من حنا، يعني كنمشيو كنفطروا تما وكنتغداو وكنخرجوا مباشره، لاننا قبل ما نسافروا دايرين بروغرام فين خصنا نمشيو وشنو خصنا نديرو والوقت اللي خصنا نمشي يعني نخرجوا فيها. وهنايا غرفه ديال الاطفال، فيها دولي يعني الاطفال كما كانوا مادام صغار ولا ماشي صغار. وصراحه انا ما استعملتش هذه الغرفه حيت ولدي كينعس معايا وبنتي كتنعس عند جدها، يعني ما بغاتش تبقى معانا. حاطين فيها هاد لي دولي، وحاطين فيها ديدغا اوس جو طابل، وديك دوك لي كويت، وفيها واحد الشرشم كيطل على الجيران. وصراحه حنايا ما عندناش، ما كاينينش كاع الجيران، ولكن الجهه الاخرى فيها الناس، حيت كما قلت لكم افريل كيكون يعني ما كيكونوش بزاف الناس، وكتكون هكا يعني كتكون الحركه مرخوفه. وهنايا السال دو بان كما كتشوفي فيها هنا مرايه، فيها الشرجم، فيها لادوش، فيها هنايا دي بلاكار صغار اللي تقدري
يعني رفوفه ماشي بلاكا، دي زيتاجير اللي تقدري تحطي ليهم اي حاجه بغيتيها، فيها علاقات هكا باش تعلقي الفوطه ديالك. من بعد كنجيو لا كويزين من اللي محلوله على الصالون، يعني كويزين صغيره فيها انا ثلاجه، ديري فيها يعني ديري فيها اللي اي حاجه بغيتي. انا ديالي خاويه حيت كلشي بقى الجهه الاخرى، فيها هاد الشوفو ديال الماء ديال الغاز، حاطين فيها الميكروووند. صراحه مازال ما استعملت انا حتى شي حاجه كما قلت لكم، حيت انا كناكلو عند حماتي، وتما كنبقاو اكبر وقت ممكن. حاطين هنايا واحد الكريطينه صغيره، فيها واحد ليبونج وفيها واحد البابي تواليت. هنا كاينين الماعن بالنسبه للناس اللي غادي يستعملوا الماعن، انا كما قلت لكم مازال ما استعملت حتى حاجه. حاطين هنايا كما قلت لكم واحد الكريطينه فيها البابي تواليت، وفيها لي ساك بوبيل، وفيها واحد ليبونج ديال الماعن. حاطين هنايا ان كافيتيغ عاديه، وكاين لافابو فاش يتغسلوا الماعن. وهنايا كاينه واحد لابلاك والبلاكار فيه الكيسان وانكاف. صراحه كما شفت في السيت ديالهم الموبيلوم، كما لقيتو يعني ما كاين حتى شي تغيير، يعني ساتيان سي بروميس. كما شفت في السيت لقيناه، يعني كلشي كاين. وكما قلت لكم انا لحد الساعه ما استعملتش حتى شي حاجه. وهنايا اعزكم الله تواليت، يعني تواليت عاديه. وهنايا لا شومبر دي بارون اللي هي فيها الماريو، واخا انا بان ليا هاد يعني لانكونفينيون الوحيد اللي شفت في هاد الموبيلوم هو هاد الماريو ديال لي بارون، صغير بالمقارنه مع ديال الدراري الصغار. الشارجم كيطلع على لي دي موبيلوم اخرين ديال الناس. وكان واحد ليتاجير دي زيتاجير ولا بلاكارات صغار في الفوق، وهذا هو لولي ديال لي بارون. حتى هو حاطين لك مخدات، حاطين لك الغلاف ديال المخدات جوطابل، وهاد لا كويت بيان سور. صافي البنات، هذا هو الموبيلوم. بالنسبه للبنات اللي ما عارفين شنو هو الموبيلوم، صراحه انا اول مره كنجي للموبيلوم في المغرب، كنت كنمشي لدي بانغالو، يعني هما تيكونوا على الارض مباشره. هذا موبيلوم يعني هازين ودايرين البريك من التحت باش هازينو. ايوا البنات، من بعد ما درت لكم الغومتور كما قلت لكم، هذا غادي نبين لكم حتى الموبيلوم ديال عكوزتي، واخا ما صورتوش من الداخل، حيت تما كنقضيو كاع الاوقات ديال العطله. هنايا حاطين الطبله باش نتغداو، كنتسناوهم يعني باش يكملوا الغدا. وبنتي حتى هي راه كتعاون، كتحط في الفريلاسيت، وهو غدانا حيت كنبغيو نخرجوا، درنا غير دي نوغيتس ودرنا Thank you.
Et ça, c'est le chemin qui te ramène à la ville plus loin. Ah ouais. Une heure de marche. La ville là. Ouais, j'ai vu. وبهذا المرة الخلابة البنات غادي نسد هذا الفلوغ اللي فيه يومين من السفرية تاعي. تسناوني في فلوغات اخرى ان شاء الله. ما تحرمونيش باللي كومنتير ومن اللي لايك. والسلام عليكم.